السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناتكم وصفات بشرى وهين شو. اليوم ان شاء الله غادي نعملو رز باللحم على شكل كبسه. تبعوا معايا الخطوات. اول حاجه غادي نعملوها، غندير شويه زيت في انا هنا عندي واحد جوج بصلات متوسطات قطعتهم، وهنا عندي واحد ربعة الفصات تاع الثوم، غنتسناو على البصله حتى تذبل لينا، ومن بعد نضيفوا اللحم. هنا عندنا ملي ذبلت لينا البصله نضيفوا اللحم. عندنا هنا تقريبا شي كيلو تاع اللحم قطع كما كطرفة صغار، وكنبدا نقلبو عليها شويه ومن بعد سد عليها. هنايا انا غادي نضيف، عندنا هنا واحد جوج ليمونات من جوج فتات، واحد خمسة الحبات ولا ستة ديال قرنفل، وواحد ثمانية الحبات ديال الهيل. غنزيدو عليهم واحد العود ديال القرفة، واحد العود ديال القرفة، عندي التوابل ديال الكبسة، نضيف واحد ملعقة صغيرة مليانة ديال التوابل، ونضيف ملح. ما غندير حتى حاجة، ما غندير لا فلفل أسود ولا شيء، بس لأنو التوابل ديال الكبسة أصلا هما حارين، فيهم الفلفلة فيهم أي حاجة. هنا
هذا هنا التقلم ديال اللحم. طبعا انا غنضيف الماء صافي، نسد عليه ونخليه يطيب بخاطر. انا هنايا اللحم طاب ليا، دابا غنضيفو الرز. عندي هنايا جوج كوبايات تاع الرز، انايا حمصتهم مع الزيت، شويه الزيت وشويه الملحه كما العاده باش تجيني كل حبه بوحدها، لانني ما عنديش بسمتي ولا هذا، غير الرز العادي يعني الرخيص. كنعمل له هالطريقه باش كيجي كل حبه بوحدها يعني فرز. والمرق عندي قرابه تقريبا 4 كوبايات. دابا غنسد على الطنجره ونخليه يطيب بخاطر على رقم واحد. وهذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم، وبالصحه والراحه الى فيديو جديد ان شاء الله.